عناوين الأخبار. الدورة الثانية لليوم الوطني للبعث العقاري. تقدم أشغال المشروع السكني عزيزة بمنوبة. تنفيذ 16 قرار إزالة أكشاك وواقيات لمحلات تجارية بزغوان. محمد صالح العرفاوي يصرح على أشغال الفعلية لمشروع تبارورة ستنطلق سنة 2018. تطور إيجابي للمؤشرات السياحية وإعادة فتح عشرة نزل بمنطقتي نابل والحمامات. صالون دولي للبناء والتشييد قرطاج 2016. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة الأخبار العقارية. تفاصيل الأخبار. الدورة الثانية لليوم الوطني للبعث العقاري انطلقت يوم الأربعاء 11 من مايو الجاري بنزل البلاس بجمالتا فعالية الدورة الثانية لليوم الوطني للبعث العقاري تحت شعار البعث العقاري وسيلة لدفع الاقتصاد الوطنية وتحت أشرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد حاتم العشي وبحضور رئيس ديوان وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية السيد خالد البريدي والسادة فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين والسيد أحمد رجيبة المدير العام لبنك الإسكان والسيد نزار بوغيلا رئيس المدير العام لاتصالات تونس وعدد من إطارات وزارات التجهيز وأملاك الدولة والشؤون العقارية والشؤون المحلية وعدد من الباعثين العقاريين. اليوم معناها وقعنا اتفاقيات شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من مؤسساتنا الوطنية، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، الديوان الوطني للتطهير وسي تي ام سي سي في. وقعنا معهم الاتفاقيات هذه ان شاء الله مش ترجع بالفائدة لقطاع البعث العقاري وللبعث العقاري بصفة خاصة ومباشرة. هي الندوة ذي مهمة ياسر، يعني أول شيء معناها باش يخرجوا بتوصيات تعرفوا لقطاع البعث العقاري معناها يشغل أكثر حتى من الموظفين العموميين لدى الدولة، معناها يفوت حتى 500,000 يعني بين مهندسين وحرفيين وغيرهم، معناها دونك قطاع مهم ياسر هو باش يشغل اليد العاملة، لكن لابد باش يصير إصلاح تشريعي اللي قاعدة تقوم به وزارة التجهيز الحقيقة في خصوص ثم قانون تاع 1990 هذا يلزم يتحور فيه برشا حاجات باش يواكب التطور الحاصل. تقدم أشغال المشروع السكني عزيزة بمنوبة. يشهد المشروع السكني إقامة عزيزة تقدما ملحوظا في نسق الإنجاز ويتكون من 235 شقة من الصنف الاقتصادي المحسن ويقع على مقربة من الطريقة الرئيسية تونس ودليل. الرئيس المدير العام السيد فتحي بن عثمان اطلع يوم الاثنين 9 من مايو الجاري على سير أشغال هذه الإقامة الجديدة متفقدا عددا من الشقق التي أوشكت أشغال بنائها على الانتهاء، وتحدث إلى مختلف الساهرين على إنجاز هذا المشروع السكني من مهندسين وفنيين وعملاء. إقامة عزيزة من المنتظر أن تعرض خلال الأيام القليلة المقبلة للبيع بعد تحديد الأثمان. تنفيذ 16 قرار إزالة أكشاك وواقيات لمحلات تجارية بزغوان. نفذت فرقة الشرطة البلدية بدعم من أعوان الشرطة العدلية بزغوان يوم الاثنين 16 قرار إزالة لواقيات محلات تجارية ومقاهي وأكشاك تمت إقامتها بالطريق العام بصورة غير قانونية، واستعان الأعوان بآلة تراكس لرفع فواضل عملية الهدم حيث تمت عمليات التنفيذ في ظروف أمنية عادية رغم اعتراض بعض المخالفين. وأكد ولي الجهة أنيس ديف الله الذي أذن بتنفيذ هذه القرارات التي يعود تاريخ استصدار عدد منها إلى سنة 2011 من طرف بلدية زغوان دون التوصل إلى تنفيذها، هذا الإجراء سيشمل كافة البلديات في إطار القانون واحترام الترتيب المعمول بها. محمد صالح العرفاوي يصرح على أشغال الفعلية لمشروع تبارورة ستنطلق سنة 2018. أكد محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يوم الاثنين المنقضي أن مشروع تبارورة بولاية صفاقس يعتبر من أولويات الحكومة في الفترة الحالية، وأنه سيتم تقوية رأس مال الشركة المشرف عليها من أجل استكمال إنجازه. وأضاف العرفاوي أن الأشغال الفعلية للمشروع ستنطلق في مرحلة أولى سنة 2018، مشيرا إلى وجود تعهدات من جانب الدولة
لإنجاز مشاريع ثانوية متعلقة بالمشروع الأم مشروع تبارورة، انطلاقا من هذه السنة على غرار السكات الحديدية والطريق المؤدية إليها. صالون دولي للبناء وتشييد قرطاج 2016. يحتضن مركز المعارض بالكرم الدورة 13 للصالون الدولي للبناء وتشييد قرطاج 2016، وذلك من 18 إلى 22 مايو الجاري تحت شعار معمار المستقبل. ويشارك في الصالون 358 عارض، منهم 294 عارض تونسي و64 أجنبية من ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، تركيا، الصين، بولونيا والمغرب. ويمثل العارضون قطاعات متعددة تتعلق بمجالات البناء والخدمات المرتبطة به كالتجهيزات الصحية والكهرباء والمواد الأولية مثل الإسمنت والدهن والحجارة والرخام والبلاط وغيرها. ومن المنتظر أن يزور الصالون ما يزيد عن 52 ألف زائر من المهتمين بالقطاع. تطور إيجابي للمؤشرات السياحية وإعادة فتح عشرة نزل بمنطقتي نابل والحمامات. أوضح المندوب الجهوي أن عدد الوافدين من السوق الروسية ارتفع بنسبة تناهز 366%، حيث بلغ عدد السياح الروسيين حوالي 4000 سائح مقابل 850 سائح في أبريل 2015، مشيرا كذلك إلى تطور السوق الأوكرانية بنسبة 200%. وفي سياق متصل أبرز المندوب الجهوي للسياحة أن عدد النزل التي استعادت نشاطها خلال الفترة الأخيرة بلغ 10 مؤسسات سياحية، مشيرا إلى إمكانية إعادة فتح عدد من النزل خلال شهر جوان المقبل. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار العقارية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.